دورة اختارينا لها داخل المنظمة تعاقد تنظيمي جديد من أجل تخليق الممارسة النقابية. اليوم الممارسة النقابية والحق النقابي والجسم النقابي هو مريض وعليل، ومن خلال نحن كمنظمة قطاعية للقطاع النقل ومهن اللوجيستيك، يعني غير تابعة لأي مركزية نقابية وما عندهاش انتماء سياسي، اليوم نريد أن يعني أن نقطع مع كل الممارسات التي أساءت يعني للعمل النقابي النبيل والنزيه. وكذلك هذه محطة تنظيمية كنعقدوها كل سنة من أجل التداول حول القضايا التنظيمية والمهنية، وكذلك استشراف المستقبل، وكذلك ويعني الاتفاق على كل البرامج المستقبلية من خلال حضور عضوات وأعضاء المجلس الوطني المنتخبون بالمؤتمر، وكذلك عضوات وأعضاء المجلس الوطني بالصفة هم الكتاب العامون الوطني لقطاعات النقل، وكذلك كتاب العامون وأمراء المال المكاتب المجالية، من أجل التداول والنقاش حول كل القضايا التنظيمية الداخلية وكذلك القضايا المهنية، وخلق واحد يعني واحد الجو من الديمقراطية والشفافية بين كل مكونات المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط. جينا اليوم للمشاركة في الدورة السابعة لبرلمان المنظمة ديالنا. الحمد لله يعني هذا المجلس اللي نقولوا أعلى سلطة يعني تقريرية بعد الأمانة العامة، الحمد لله دائما مسألة ديمقراطية يعني تكون في هذا الوقت، يعني تنحاول الاستشراف المستقبل ديال المنظمة ديالنا. والجميل فيها صراحة وهو ما كاينش داك التأجيلات، يعني ممكن نخليه أكثر من سنة ولا شي حاجة، دائما تكون في هذا الوقت بالذات. الحمد لله يعني هذا يدل على يعني هذا الهامش الكبير ديال الحرية وديال إبداء الرأي ديال المنتمين إلى المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، وهذا شيء إيجابي باش نبتوا في ما يخص التنظيم ديالنا، يعني وحتى الإكراهات التي تواجه جميع أنماط النقل المنضوية تنحاولوا ندرجوها في هذا الوقت وفي المجلس الوطني، يعني كل قطاع على حدة يعني يدرج تبين المشاكل ديالو، ونحاولوا نشتغلوا على كل في مجال اختصاصه، كل نمط من انماط النقل تيشتغل، ولكن تنجتمعوا من اجل الا كانت شي مطالب موحده تدفع باش نوصلوا لدوائر القرار. حنا اليوم على هامش المجلس ديال المجلس الوطني للدوره السابعه ديال لو دي تي ال، جينا هنا باش نعاود نوجه واحد الرساله للمجلس المدينه ديال الدار البيضاء والسلطات ديال امانه مولاي رشيد باش يفتحوا معنا باب الحوار، لان كنتلقاو بزاف الشكايات من المهنيين ديال نقل البضائع باسواق الجمله اللي كيجوا من مختلف المدن ديال المغرب، كيجيبوا الخضروات والفواكه واللحوم والاسماك، ملي كيجيو من مختلف المدن كنلقاو مشكل في الباركين، ما عندهمش في باركين والكاميونات ديالهم. لهذا كنوجهوا الرساله للسيد العامل عماله مولاي رشيد باش يفتح معنا واحد الباب ديال الحوار جدي، باش ما نبقاوش تعرضوا للتعسفات في الشارع، خصوصا في الهراوين امام اسواق الجمله.